الجيش يواصل بسط سيطرته على تمركزاته بمحور الخلاطات بعد صده هجوما لقوات حفتر مدعوما بالمرتزقة. 13 جريحا مدنيا بينهم امرأة جراء قصف الطيران الإماراتي المساند لحفتر على موقع بمصراتة. بكين تطالب حكومة الوفاق بتقديم الأدلة التي بحوزتها عن استخدام طائرات صينية في العدوان على طرابلس. من طرابلس أهلا بكم إلى نشرة التاسعة من بانوراما. أهلا بكم. نفى الناطق باسم مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب عبد المالك المدني الثلاثاء سيطرة قوات حفتر على محور الخلطات. المدني وفي تصريحات لبانوراما أبان أن الجيش لا يزال يسيطر على تمركزاته بذات المحور، لافتا إلى أن الجيش صد هجوما لقوات حفتر مدعوما بالمرتزقة بمحور الخلطات. أكد مصدر بمكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب الثلاثاء مقتل شخص وجرح آخرين جراء استهداف قوات حفتر مشروع الهضبة بالمدفعية الثقيلة. وأفاد مصدر من المنطقة أن القتيل يدعى خالد المشاي جراء سقوط عدد قذائف عشوائية على الحي. من جانبه أكد الناطق باسم مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب عبد المالك المدني رصدهم مرتزقة روس يقصفون بالمدفعية الموجهة بالليزر أحياء ومناطق جنوب العاصمة طرابلس وتحديدا طريق المطار، ما أدى إلى مقتل وجرح مدنيين حسب قوله. وللمزيد حول التطورات الميدانية ينضم إلينا المتحدث باسم عملية بركان الغضب مصطفى المجعي. أهلا بك سيد المجعي. بداية لو تطلعنا على آخر المستجدات الميدانية بالمحاور وتحديدا محور الخلطات. مساء الخير لك ولكل مشاهدي القناة. بالفعل أؤكد على ما جاء في تقريركم بأن محور الخلاطات قامت قوات المجرم خليفة حفتر اليوم في محاولة للتقدم في هذا المحور. قامت قوات عملية بركان الغضب بالتصدي لها، أفشلت وأحبطت هذه المحاولة للتقدم. إذا نستطيع القول بأن محور الخلاطات وكل وباقي المحاور هي في نفس تمركزاتها. قوات بركان الغضب ما زالت تحافظ على نفس تمركزاتها السابقة في كل المحاور. طيب نعم. ماذا عن الخسائر التي تكبدتها قوات حفتر جراء هذا الصد؟ دائما بعد كل محاولة فاشلة بالتأكيد هناك الكثير مما يتكبدها من خسائر في الآليات والمعدات. ليست لدينا الإحصائية الدقيقة، ربما لم تكن هذه المحاولة هي بالمحاولة الكبيرة، هي كانت عبارة عن مجموعة حاولت أن تتسلل من هذا المحور، قامت قواتنا بالرد عليها، لكن ما ورد إلى الغرفة أو غرفة العمليات لأنه تم استهداف عربتين عسكرية في هذه المحاولة. نعم. طيب ماذا عن الطيران المسير داعم لقوات حفتر؟ هل شن أي غارات جوية على تمركزات الجيش؟ اليوم لم نلحظ خروج للطيران المسير، ربما كانت الحدث الأبرز هو ما حصل بالأمس من استهدافات للمدنيين سواء كانت في مدينة طرابلس أو في مدينة مصراتة مساء الأمس. الطيران الحربي المسير الإماراتي بالأمس قام باستهداف مصنع للحلويات في وادي الربيع في منطقة طرابلس، وبالأمس الطيران الإماراتي المسير صحبة طيران حربي قام باستهداف لمواقع مدنية أيضا في مدينة مصراتة. نعم. نعم. طيب برأيك سيد المجعي ماذا عن قوات حفتر؟ هل زالت تملك المبادرة على الهجوم؟ أولا ربما هذا الفصل كما سبق وأشرنا في كثير من المداخلات في فصله نعتقد بأنه الفصل الأخير عندما يأتي ويزج بالمرتزقة الروس في محاولة بائسة وأخيرة في تحقيق نصر له
نحن منذ اليوم الأول قلنا بأننا نحارب مشروعا دوليا في يقوم بالعدوان على مدينة طرابلس. تبين طيلة الأشهر الماضية بأن في البداية كانت تسليع بالآليات والمعدات، ربما كان أغلب الجنود الذين يقاتلون هم من مرتزقة حفتر أو من الميليشيات المختلطة من كل المجرمين الذين أتى بهم إلى طرابلس. في فصلها الأول كانت مع هؤلاء، عندما سلت وانقرضت واندثرت الموجة الأولى جاء بالموجة الثانية التي كان ربما العدد الأكبر بها أو العدد الأكبر فيها هي المرتزقة من الجنجويد. راحت هذه الموجة الثانية وتكثرت على سوار مدينة طرابلس. جاء بموجة ثالثة وهي متمثلة في شركة فاجنر الروسية. نحن منذ شهر سبتمبر من يواجهنا في الميدان هم المرتزقة الروس، لهم أكثر من 3 أشهر ولم يحدثوا أي تغيير في 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 معادلة ميزان القوة. بالعكس، في كل يوم بالرغم من وجود هذا الدعم الدولي الكبير لهؤلاء المجرمين، ولكن قوات عملية بركان الغضب استطاعت أن تحبط هذه المحاولات كلها. نعم. المتحدث باسم عملية بركان الغضب مصطفى المجعي، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. أفاد ناطق باسم مركز مصراتة الطبي أكرم جليوان أن قسم الحوادث والطوارئ بالمستشفى استقبل الثلاثاء 13 جريحا مدنيا، بينهم امرأة جراء قصف الطيران الإماراتي المساند لحفتر مواقع بالمدينة ليلة الاثنين. وقال جليوان في تصريح لبانوراما أن أغلب الحالات جراحهم بسيطة، مؤكدا عدم إيواء أي مصاب داخل المركز. وأشار جليوان إلى أن الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمركز على أتم الاستعداد في جميع الأحوال على استقبال أي حالة قادمة إليه. فندى مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب ما ورد في الناطق باسم قوة حفتر بالزج بميناء الشركة في معلومات إعلامية مغلوطة. الشركة أوضحت بأنها صناعية مدنية ليس لها أي علاقة بأي عمليات عسكرية، وأن هذا البيان العاري عن الصحة سوق كتمهيد للاعتداء عليها وعلى مرافقها. هذا وحملت الشركة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من خلال وزارة الاقتصاد والصناعة مسؤولية حماية الشركة ومرافقها التي هي ملك لكل الليبيين على اختلاف مناطقهم وتوجهاتهم. دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الثلاثاء بأشد العبارات القصف الجوي الإرهابي الذي استهدف مواقع في كل من العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، مشيرا إلى أن الغارات الجوية نفذها طيران أجنبي. وأكد الرئاسي في البيان أن القصف الجوي في مدينتي طرابلس ومصراتة تسبب في أضرار مادية جسيمة وترويع وهلع بين السكان الآمنين، مطالبا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تتحمل مسؤولياتها في دعوة مجلس الأمن الدولي لتفعيل قراراته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه مجرم الحرب وميليشياته، معتبرا أن هذه الجرائم هي دليل آخر على تخبط ويأس وجنون بعد فشل ميليشياته في تحقيق أي تقدم على الأرض وإحباط قوات الجيش الليبي والقوات المساندة لأهدافه باحتلال العاصمة والسيطرة على الحكم وإعادة الحكم الشمولي للبلاد. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى إبراهيم بيت المال. أهلا بك سيد بيت المال، بعد هذا القصف العنيف الذي شهدته مدينة مصراتة بالأمس، كيف هي الأحوال أحوال المدينة اليوم؟ أهلا بكم والسلام عليكم أولا. أهلا بك. اليوم طبعا الأحوال في مدينة مصراتة مرة عادية جدا، طمنا كل العائلات ليلة البارحة ان هذا القصف الجبان قصف الاماراتي الفرنسي استهدف مؤسسات حيويه مدنيه، وكان في بعض الذخائر حقيقه، ولكن اعتقد ان القصف كان شبه يعني في منطقه سكنيه صناعيه، ولكن اليوم باذن الله الحمد لله يعني كل الناس مستقره مطمئنه والامر مستقر الحمد لله، والامور على ما يرام يعني سيء لا تستقر طبيعي جدا. نعم. طيب يعني سيد بيت المال، لو لديك إحصائية نهائية عن أعداد الجرحى وكيف هي أحوالهم الآن؟ هي الجرحى سبق
ندوينا عليها حتى امس 14 جريح هم، ولكن كل جريح الجروح بسيطه خفيفه جدا، كلهم طبعا غادروا المستشفى كلهم الان بيوتهم مطمئنين امور طيبه جدا وما فيش اي اضرار بشريه يعني يقال بها. طيب يعني سيد بيت المال، كيف وجدت ردود الفعل حول هذه الغارات التي نفذها الطيران الداعم لحفتر على مصراته؟ طبعا بالنسبه لردة الفعل الشارع في مدينه مصراته، انا طبعا حتكون يعني ردة فعل يعني مشينة جدا الحقيقه، يعني بالنسبه للقوات الكرامه سيكون طبعا رد عسكري في القريب العاجل باذن الله، سيكون رد قاسي على 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 هذه القوة الظالمة التي تعتمد على الدول الاقليمية فرنسا والامارات وغيرها من الدول، لكن ردة الفعل بالنسبة الان مدينة مصراتة الان يعني عرفوا الحقيقة، حتى كانت الحقيقة ضايلة الان الحقيقة يعني موجودة كل في كل الشارع الليبي حتى في المنطقة الشرقية الان، يعني اصبح كل شيء واضح وجليل الناس بالكامل. نعم، طيب يعني بيت المال، حجة قوات حفتر أثناء هذا القصف بأنها استهدفت مناطق عسكرية وغير ذلك، لو تحدد لنا يعني ما هي هذه المناطق التي استهدفت بالقصف سيد بيت المال بشيء من التفصيل هنا؟ لا هو في الحقيقة يعني ما هيش استهدافات عسكرية، كانوا خاطئين في هذا التحديد، ولكن أنتم تعرفوا أن كل المدن في ليبيا عندها كتائب قوات مساندة. اعتقد ان هذه احد الكتائب القوات المسانده فيها قليل من الذخيره وليس بالحجم اللي هو يتصوروه، اعتقد ان احدى الصواريخ للقوات المعاديه استهدفت هذا المكان طبعا بمعلومات استخباراتيه من قبلهم هم، ولكن اعتقد انهم فشلوا في استهداف يعني كتائب عسكريه، اعتقد ان من الواضح ان ومن الصعب عدم استهداف اماكن في منطقه مصر حتى في مدن تانية، لأن الذخيرة دائما تضع في أماكن يصعب استهدافها، وخاصة الآن يعني كل الذخائر في كل المعسكرات في مواصفات عالمية معينة مش بهذا الشكل. نعم. طيب يعني سيد بات المال، هنالك انباء بتجدد القصف مساء هذا اليوم، هل لديك المعلومات حول هذا القصف واين كان بالتحديد؟ لا غير صحيح، اليوم ما فيش اي قصف في مدينه مصراته، انما الان حسب المعلومات الان في طيران موجود الان في اجواء مدينه القمص الان الوقت الحالي، واعتقد ان هذه كلها يعني يحاول التقاط صور او التقاط احداثيات لضرب مواقع معينه، واعتقد ان الان يعني هو وكانه يعني يجب جر التراب، الموضوع يعني القصف وخروج الطيران الاماراتي الفرنسي اصبح يعني معتاد يوميا، ربما يستهدف شيء معين وربما، لكن الاستهداف الان اغلب الاستهداف انتم شفتوا يعني حتى في قنواتكم كل استهداف احياء سكنيه مدنيه مراكز حيويه، وخاصه اخر مره في وادي الربيع الان مصنع المشكوت اللي قتل فيه 7 اشخاص واكثر من 30 جريح، هذه جرائم تعد من جرائم الحرب، اعتقد ان نحن الان يعني في صدد ان نجهز بشغل يعني لتفادي هذا الطيران وضرب هذه الطيران بشكل مباشر في القريب العاجل جدا ان شاء الله. نعم، يعني كيف سيكون ذلك؟ يعني لو تضعنا في الصوره هنا، يعني كيف سيكون رد الفعل وكيف سيكون الدفاع هنا؟ نعم سيد بيت المال. أشكرك إذن جزيل الشكر آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى إبراهيم بيت المال، كنت متحدثا معنا عبر الهاتف. 800 غارة، كل غارة تلف العهر على جبين الجنرال وتكشف عن مجزرة تقسم الموتى بين الليبيين والأجانب بصواريخ طائرات الإمارات، التفاصيل في هذا التقرير. 227 يوما من فصول موت الأبرياء في طرابلس، و800 غارة، كل غارة تلف العار على جبين الجنرال وتكشف عن مجزرة تقاسم الموت المنقل بين الليبيين والأجانب، وما أن تشف دماء مجزرة حتى تلحق بها أخرى أشد فتكا بحياة الأبرياء، 7 قتلى و35 جريحا أجنبيا كانوا ضحية مجزرة مصنع وادي الربيع المروعة،
مجزرة سبقتها مجازر أخرى ليست أقل فتكا منها في مقر المهاجرين بتجورة، ذهب ضحيتها عشرة الفارين من جحيم الحياة في بلدانهم، وجريمة مرزق التي أبت النسيان، كلها جرائم ضمها حفتر إلى سجله الإجرامي الممتد لنصف قرن، جرائم قابلتها تنديدات وتحذيرات دولية، لكن لم تكن كافية لكبح جماح آلة الموت التي تحصد أرواح الأبرياء وتودي بهم تحت ركام صواريخ طائرات الإمارات التي لم تترك جريمة قتل في العالم العربي إلا وكانت شريكا ومموّلا أساسيا لها. ومن أشد صور ازدواجية المعايير خزيا أن جميع المنددين والمنزعجين بألام المجازر المتكررة التي يرتكبها حفتر يوميا يعرفون جيدا من يقف ومن يمول الموت في ليبيا ومن لا يعترف بأي تسوية سياسية فيها. واقع يفرض على كل الليبيين وأكثر من أي وقت مضى الوحدة لصد العدوان الغادر وبذل كل ما يلزم لتقديم المعتدي المتمرد أمام القضاء الوطني والدولي حتى ينال جزاء ما اقترفت يده. أدان الاتحاد الأوروبي قصف مصنع للمواد الغذائية في منطقة وادي الربيع بطرابلس مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي والإنساني ومساءلة من ينتهكونه. وأضاف الاتحاد في بيان له الثلاثاء أن هذه الهجمة وسابقتها المماثلة التي استهدفت مناطق مدنية في العاصمة وضواحيها تستدعي ضرورة الوقف الفوري للعنف والعودة للعملية السياسية بواسطة أممية، مؤكدا مواصلة دعم المبعوث الأممي لإعادة إطلاق العملية السياسية، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين يعد فرصة لإنهاء الصراع ورسم طريق للتقدم نحو الاستقرار. أدان حزب العدالة والبناء الثلاثاء مقتل 7 مدنيين من العمال الأجانب في استهداف مصنع للمواد الغذائية بمنطقة وادي ربيع، معتبرا الهجوم جريمة حرب تستوجب المحاكمة. وحمل الحزب في بيان له خليفة حفتر وأتباعه وداعميه مسؤولية إزهاق أرواح المدنيين وتدمير ممتلكاتهم، مطالبا البعثة الأممية ومجلس الأمن بالتدخل العاجل. ودعا الحزب كافة القوى الوطنية إلى توحيد الصف والعمل سويا لمواجهة هذا العدوان الغاشم، مؤكدا أن استمرار قصف المدنيين دليل على الرغبة في الانتقام بعد إدراك حفتر فشله الذريع الذي تعرض له. طلب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعان الثلاثاء بوقف الحرب بعد الانفجار الذي حدث في مستودع طريق المطار جنوب طرابلس. وحمل ودعا صنعان في بيان له جميع الجهات المحلية والدولية للقيام بكل ما في وسعها لوقف الاقتتال فورا والحفاظ على البنية التحتية للمنشأة النفطية. جاء ذلك بعد استهداف قوة حفتر مستودع شركة البريغا بطريق المطار والأحياء السكنية جنوب العاصمة بقذائف عشوائية. طلب مساعد وزير الخارجية الصيني تشين شاودونغ الثلاثاء تزويدهم بالأدلة المتوفرة لدى الجانب الليبي حول استخدام قوة حفتر طائرات صينية الصنع ليتسنى لهم اتخاذ ما يلزم حيالها. وأكد دونغ خلال لقائه وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق لطفي المغربي رفض بلاده استعمال أسلحة صينية الصنع في الاعتداء على المدنيين والأهداف المدنية وأنهم على استعداد للتعاون. من جهته طالب المغربي الحكومة الصينية باتخاذ موقف تجاه استخدام قوات حفتر في عدوانه على العاصمة طائرات صينية الصنع زودتها بها دولة الإمارات والعمل على وقف العدوان وعودة القوات المعتدية إلى أماكنها قبل 4 أبريل. بعد طول جدل في ملف الطائرات الصينية المسيرة التي دعمت بها الإمارات خليفة حفتر في عدوانه على العاصمة، السلطات الصينية تطالب حكومة الوفاق بتسليمها ما لديها من أدلة تثبت استعمال طائراتها في العدوان على طرابلس. التقرير التالي والتفاصيل. منذ بدء العدوان على طرابلس أوائل إبريل الماضي، ولازالت طائرات الوينغ لونغ الصينية المسيرة محور حديث وسائل الأعلام والمسؤولين على خلفية استعمالها من طرف الإمارات في دعم حرب حفتر على المدنيين. وبعد طول جدل، ملف هذه الطائرات يصل إلى طاولة السلطات في بكين التي طالبت بدورها حكومة الوفاق الوطني بتسليم ما لديها من أدلة تثبت استعمال طائرتها المباعة لدولة الإمارات في العدوان على العاصمة وارتكابها مجازر في حق المدنيين التي كان أبرزها
مجزرة المهاجرين في مركز تاجوراء، وبعدها مجزرة مرزوق التي راح ضحيتها عشرات المدنيين. مطالبة الحكومة الصينية بهذه الأدلة على لسان مساعد وزير الخارجية الصيني تشين شياو دونغ جاءت بعد يوم واحد من مطالبة الداخلية الليبية بمحاسبة الشركات المصنعة لهذه الطائرات على خلفية الاستهداف الأخير لمصنع مواد غذائية بوادي الربيع راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح من العمالة الوافدة. شواهد على الأرض تعززها تقارير أممية حول تورط الطيران الذي ابتاعته الإمارات من الصين في مجازر بحق المدنيين العزل بليبيا، آخرها ما جاء على لسان المبعوث الأممي بتنفيذ تلك الطائرات أكثر من 800 غارة منذ إبريل الماضي. بحث وزير الخارجية محمد طه سيالة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطورات الوضع الميداني والإنساني في ليبيا ودور المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف قوة حفتر. جاء ذلك خلال اجتماع الجانبين في نيويورك الاثنين، حيث ناقشا الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار والتحضيرات المتعلقة بمؤتمر برلين وتشديد على ألا حل عسكريا في ليبيا. بعد مرور أكثر من 7 أشهر على العدوان على طرابلس، حكومة الوفاق الوطني وللتأكيد على حقها الشرعي في الدفاع عن مدنية الدولة وحماية المدنيين ترفع هذه المرة من تمثيلها داخل مجلس الأمن لإيصال صوتها وتقديم رؤيتها لحل الأزمة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. حكومة الوفاق الوطني ترفع هذه المرة من تمثيلها داخل مجلس الأمن لإعطاء زخما وقوة أكبر لرسالتها أمام الأسرة الدولية وتقدم رؤية شاملة لحل الأزمة، رسالة حملتها كلمة وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة أمام مجلس الأمن، شدد من خلالها على ضرورة أن تراعي أي مبادرة مقدمة لإنهاء الأزمة جوانب عدة أبرزها انسحاب قوات العدوان إلى مواقعها السابقة قبل 4 أبريل الماضي دون شروط مسبقة، إضافة إلى تأسيس آلية رقابة دولية لوقف إطلاق النار يقرها مجلس الأمن تحت إشراف أممي. كما تضمن الطرح المقدم إلزام الدول المتورطة في الشأن الداخلي الليبي الكف عن أي أعمال من شأنها إجهاض جهود إحلال السلام في ليبيا، فضلا عن الالتفات إلى شواغل الدول المتعلقة بملف الإرهاب لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالحكومة. كما أن التصور الجديد للوفاق لم يغفل عن الجانب السياسي، إذ طالب بضرورة إنهاء المرحلة الراهنة وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة بالحوار من خلال مؤتمر وطني جامع يفضي لقواعد تؤسس لعملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وفي الأثناء ما زال فيه الطرف المعتدي يصعد من عدوانه على العاصمة مستهدفا المدنيين والمرافق الحيوية للبلاد، مستغلا صمت وانقسام مجلس الأمن الذي فشل للمرة 15 في الوصول إلى صيغة موحدة تضع حلا للقتال الدائر على أسور العاصمة. مشاهدينا، ولمناقشة هذه المواضيع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس مصطفى خشام. أهلا بك سيد خشام. بداية يعني بعد هذا التجاوب من الصين ومطالبتها حكومة الوفاق بتزويدها أدلة على استخدام حفتر ومساندة من قبل الإمارات بطيران يعني صيني الصنع، ما الذي هنا يجب على حكومة الوفاق أن تقوم به لاستغلال ربما واستثمار عفوا استثمار هذا التجاوب من الصين؟ السلام عليكم وبسم الله، تحياتي لي للإخوة المشاهدين. الواقع أن العمل الدبلوماسي في ليبيا هو متأخر بعض الخطوات في هذا الشأن، لأن هذه الطائرات تدق وتضرب مواقع مختلفة منها المدني ومنها غير المدني منذ فترة طويلة، والخطوات التي اتخذت كان المفروض أن تتخذ منذ فترة طويلة. فالصين دولة تعتبر أو تعتبر من الدول النامية وتتعاطف مع قضايا الشعوب النامية وتحرص على سيادة الدولة بشكل كبير جدا، كان من المفروض أن تستغل هذه الصفات منذ فترة طويلة وتقديم هذه الأدلة منذ فترة طويلة، لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. فالخطوة جيدة
واستجابة الحكومة الصينية يفترض أن تتبع بتقديم الأدلة، وهي أدلة موجودة، حيث أسقطت أكثر من 3 طائرات من هذا النوع من اللونغ وي، ويجب تقديمها بأسرع ما يمكن حتى تتخذ الصين هذه الخطوات. عادة عندما تبيع الدول الأسلحة فتضع قيود معينة على عدم استخدامها من طرف ثالث، وهذا في صالح الدبلوماسية الليبية بأن تثير هذه القضية وتستفيد منها بأكثر قدر ممكن. نعم سيد خشام، هنا ربما بذكرك للدبلوماسية الليبية، وأيضا هنالك لقاءات عدة وخصوصا في الولايات المتحدة في نيويورك تحديدا، يعني وزير الخارجية الليبي سيالة وفي اجتماعاته وآخرها يعني لقاء مع غوتيريش، كيف ترى هذه الخطوة وهذا ربما الزخم في اللقاءات والمشاورات والاجتماعات هنالك في أمريكا؟ عادة في الحركة الدبلوماسية هناك أشياء ظاهرة مثل هذه اللقاءات والاجتماعات، وهناك أشياء في الخفاء، وعادة ما يجرى في الخفاء أكثر من الظاهر. فالدبلوماسية يجب أن تكون متوافقة في هذين الجانبين أو توافق بين هذين الجانبين. هذه التصريحات الحقيقة ممكن برضو جت متأخرة شوية، لكن باعتبار الاجتماع الجمعية العامة في الأمم المتحدة أتاحت الفرصة لمثل هذه اللقاءات، فيفترض أن تستغل الاستغلال الأمثل للتعريف بالقضية الليبية وبضرب المدنيين وبغيرها من القضايا التي تثير تعصب الدول، خاصة الدول الصديقة والدول المتعاطفة مع حكومة الوفاق. فيجب استغلال هذه بأقصى قدر ممكن، وهذه الاجتماعات تعرف بالقضية، وهنا يمكن الاستفادة من هذه الخطوات في الجانب العملي، وهو اتخاذ الخطوات اللازمة ضد العدوان وردعه. نعم، ربما من بين الجوانب الأخرى التي يمكن الاستثمارها والاستفادة منها من هذه الاجتماعات قرب انعقاد ربما مؤتمر برلين وهذه اللقاءات وعلى الصعيد الدولي من الخارجية الليبية، هل ربما هنا سوف نشهد سياسة أخرى في مؤتمر برلين، نتائج أخرى ربما تكون يعني بناء على كل هذه المجهودات التي تبذلها الخارجية الليبية في، وأيضا حتى من بين النقاش كان مع غوتيريش وسيالة هي موضوع مؤتمر برلين تحديدا؟ الحقيقة الكل متفائل بمؤتمر برلين ومخرجاته، لكن هناك محاولات حقيقة جدية بمشاركة الدول الفاعلة، خاصة الدول المجاورة تونس والجزائر وقطر وغيرها من هذه الدول، حتى يكون في هناك توازن في مؤتمر برلين. الفكرة الرئيسية لمؤتمر برلين حسب تصريحات ميركل هي عدم اللقاء المباشر إلا بعد ما توصل إلى اتفاق بين الدول الرئيسية وخاصة الدول الكبرى التي قد تعيق صدور قرار ملزم بوقف إطلاق النار ورد العدوان بقرار ملزم استنادا إلى الفصل 7. وهذه الخطوات يبدو أنها قد اقتربت قليلا، ولكنها ليست بالشكل المطلوب الذي تتوقعه ألمانيا من هذا المؤتمر. لا شك أن المؤتمرات السابقة أبو ظبي وباليرمو وباريس كانت لقاءات مخيبة للأمل ولم ترقى إلى طموحات الشعب الليبي، لكن ألمانيا تحاول أن تتفادى ذلك وتنجح في هذا المؤتمر. لكن خلينا نقول أن توقعاتنا بنجاح هذا المؤتمر وحل الأزمة من جذورها قد يكون فيها نوع من التفاؤل، لأن الدول الكبرى مصالحها متضاربة وتحتاج إلى الوقت الكافي، وإحنا مش في واضح. نعم واضح، وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس مصطفى خشام، كنت معنا متحدثا عبر الهاتف. تزامنا مع التنافس الأمريكي الروسي على مناطق الصراع في العالم، لقاء دولي بقيادة ألمانية بغية التحضير لقمة برلين الليبية، المزيد في هذا التقرير. في إطار التحضير الدولي لقمة برلين الليبية ومع بدء العد التنازلي لانطلاقها، تستضيف العاصمة الألمانية مساء الأربعاء لقاء دوليا واسعا للتشاور حول الإعداد النهائي لوثيقة قمة برلين التي ستنعقد خلال ديسمبر المقبل. اللقاء يرتقب أن يضم ممثلي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن دون غيرهم لمناقشة ما خلصت إليه زيارة البعثة الأممية في ليبيا
والجانب الألماني إلى الدول الإقليمية المعنية بليبيا والخروج بمسودة للوثيقة التي ستناقشها القمة في ديسمبر المقبل قبل إعلان المصادقة عليها، في خطوة يتجه المجتمع الدولي من خلالها إلى الضغط من أجل إفراز نخبة سياسية جديدة سيكون على عاتقها صياغة حل سياسي توافقي. مصدر دبلوماسي ليبي رفيع قال إن حكومة الوفاق ممثلة برئيس وزرائها فائز السراج أكدت للبعثة الأممية ومسؤولين من حكومات الدول الكبرى أن حل الأزمة يكمن في إجراء الانتخابات، وأن حربها الحالية حق أساسي لها في الدفاع عن مشروع الدولة المدنية. كما أكد السراج إصراره على الاستمرار في صد عدوان حفتر المستمر منذ 7 أشهر، وأن وقف القتال يجب أن يكون بانسحاب قوات حفتر من حيث جاءت وعن بنود مسودة الوثيقة التي يمكن أن يخرج بها الاجتماع. يشير المصدر إلى أن فقراتها الأساسية هي وقف نهائي لإطلاق النار والتشديد على تطبيق حظر توريد السلاح إلى ليبيا وعودة المسار السياسي كحل وحيد لأزمة البلاد. يقترب مؤتمر برلين في الوقت الذي وصلت محاولة حفتر لاختراق دفاعات قوات الجيش في محيط طرابلس الجنوبي إلى طريق مسدود دون أن تتمكن من إحراز أي تقدم هام على الأرض. النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. الدولار يهبط دون مستوى 4 دنانير لأول مرة منذ 2016. عقد ندوة حول الاستفادة من التكنولوجيا في المحافظة على اللغة الأمازيغية. لبيك يا طرابلس لبيك. انت بيعوضني مين اللي بيعوضني انا اللي من اللي بيوقف معاي تم. لا تطلقوا النار الا ردا على من حمل السلاح منهم. أهلا بكم من جديد. شهد الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام دينار الليبي في السوق الموازية، مسجلا خلال الساعات الماضية 3.880 دراهم للدولار الواحد لأول مرة منذ العام 2016. فيما تراجع سعر صرف اليورو إلى 4.370 دراهم. هذا وأكد مراقبون ماليون أنه من المتوقع خلال الأيام القادمة استمرار انخفاض الدولار أمام الدينار الليبي، ما يعزز استمرار انخفاض السلع في السوق وارتفاع القوة الشرائية في ظل التعافي الملحوظ التي تشهده العملة الليبية. تعتبر حاضنات الأعمال من أهم الوسائل التي تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة على الانطلاق، حيث انطلقت الثلاثاء مراسم افتتاح حاضنة الأعمال استريم برعاية شركة ليبيانا. تفاصيل أوفى نتابع. في خطوة تشجيعية تهدف إلى فتح آفاق مستقبلية للشباب، لا سيما في ظل التعثر الاقتصادي التي تشهده البلاد، افتتحت الثلاثاء النسخة الأولى من حاضنة الأعمال ستريم الممول من الحكومة البريطانية ومنفذ من قبل شركة خبراء فرنسا وبرعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول، التي استهدف أصحاب الأفكار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة لدعمهم من خلال الإرشاد والتدريب وورش العمل.
الحدث يأتي في دعم مشروعات الشباب وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية الاحتضان والمساندة في بداية تأسيس أفكار المشاريع وريادة الأعمال. هذا المشروع اللي هو ستريم لدعم وتطوير القطاع الخاص الليبي بالتنسيق مع الجهات الليبية. يرعى هذا الحدث شركة ليبيانا وأيضا المملكة البريطانية المملكة المتحدة البريطانية وتنفذ مؤسسة خبراء فرنسا. حضر الافتتاح وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العساوي وعدد من رجال الأعمال وبمشاركة 37 من رواد الأعمال. اليوم سعداء جدا بالافتتاح من قلب مدينة طرابلس. حيكون عندنا معمل متكامل بالنسبة للفابلاب اللي هو أي حد عنده فكرة أو بروتوتايب لمنتج معين يقدر يصنعه، والأجواء الموجودة في الحاضنة تساعد على الابتكار والإيجابية، فبالتالي نتمنى أن يكون هذا هو مركز لكل رواد الأعمال وأصحاب الأفكار في ليبيا. تهدف الحاضنة بحسب القائمين عليها إلى خلق فرص عمل وتنوع في الاقتصاد الليبي وتشجيع قيام الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية التي تساعد الوضع الاقتصادي للدولة على النمو والتطور. ناقشت الرابطة العامة للمتقاعدين بمدينة الخمس قرار المجلس الرئاسي بشأن تخصيص 500 مليون دينار لتغطية مستحقات المتقاعدين المتأخرة. الاجتماع الذي عقد الاثنين يهدف إلى اتخاذ موقف موحد لآلية صرف المبلغ وضمان وصول هذه المستحقات إلى حسابات المتقاعدين، إلى جانب دراسة أوضاعهم المعيشية وزيادة المعاشات وتوفير التأمين الصحي لهذه الشريحة. حضر الاجتماع رئيس الرابطة العامة وعدد من رؤساء الفروع بالبلديات. اجتمعنا اليوم، بدينا في اجتماعات اليوم لمناقشة هذا الموضوع، اتخاذ موقف موحد تجاه آلية كيفية آلية صرف هذا المبلغ لصندوق الضمان، ومن ثم آلية تضمن وصول هذه المستحقات لحسابات السادة المتقاعدين. وقعت اللجنة العليا للطفولة وجامعة الحاضرة بطرابلس الثلاثاء مذكرة شراكة وتعاون بين الجانبين تؤكد التعاون المشترك في مجال البحوث والدراسات خدمة لقضايا الطفولة من خلال المشاريع البحثية لطلبة جامعة الحاضرة. اعتبرها على المسار الصحيح من خلال المؤسسات التعليمية في الدولة، ولنا الشرف أن جامعة الحاضرة أو المؤسسات التعليمية على مستوى ليبيا قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم فيما بيننا وبينهم. مذكرة التفاهم هذه موضوعها أن هو يكون في شراكة ما بين اللجنة العليا للطفولة والجامعة في مجال قضايا الطفولة. نظم المركز الليبي للدراسات الأمازيغية ثلاثاء بطرابلس ندوة حول تقنيات التعلم عن بعد وتطبيقاتها عبر تعلم الأمازيغية بحضور عدد من الأكاديميين والفنيين. نتابع. الداء الذي ينهش الأمازيغية من سنوات هو نفسه الدواء الذي سيعيد لها عافيتها، هذا ما يراه الباحثون العاملون في تطوير اللغة الأمازيغية ونقلها إلى الأجيال القادمة في ندوة جمعتهم لدى المركز الليبي للدراسات الأمازيغية. يقولون إن تشجيع استخدامات التكنولوجيا باللغة الأمازيغية هو السبيل لغرسها بين فئات المجتمع ونقلها للأجيال الصاعدة، بدلا أن تهجرها وتتخلى عنها بسبب ذات التكنولوجيا. التعرف على ما موجود من تقنيات فيما يخص التعلم عن بعد، وبعدين كيف إمكانية التطبيقات ولا وين يمكن تطبيقاتها على تعليم الأمازيغية وتعلم الأمازيغية. الندوة التي تناقش تقنيات التعلم عن بعد وتطبيقاتها على تعلم لغة الأمازيغ تهدف إلى ابتكار فرص جديدة لنشر الأمازيغية بين شرائح المجتمع المختلفة فتصبح متداولة ومتعارف عليها. ويعتقد هؤلاء باحثون أن سبب تراجع استعمال الأمازيغية في لغة التخاطب اليومية هو قناعة الناس أن لا فائدة اقتصادية في تعلمها واستعمالها، وأيضا لجوئهم لاستخدام لغة بديلة يرونها تمنحهم رقيا في السلم الاجتماعي.
الهدف هو مشترك ما بين كل اللغات، سواء كانت لغة الأمازيغ والتيفينغ والتوارق والتابو، مشتركين في لغة التيفينغ بالكامل. الاختلاف في بعض الحروف البسيطة جدا، سواء تطورت أو بقيت مسمارية قديمة. يعني نعرف أن التيفينغ هي 24 حرف واللغة الأمازيغية 28 حرف بإدخال الحروف الأخيرة عليها. عديد الندوات تقام على مستوى إقليمي تهدف إلى نشر اللغات التي يقتصر استعمالها محليا، أملين أن يكون استخدام هذا التطبيق عالميا، خاصة في جاليات الدول التي بها نسبة من متحدثي الأمازيغية. نظم المجلس البلدي مصرته ورشة عمل حول نظم المعلومات الجغرافية لكيفية تطوير البنية التحتية والخدمية في المدينة. نتابع. للحديث عن الخطة، نظم المعلومات الجغرافية أصبح لها دور أساسي في تطوير مشاريع البنية التحتية وأداء مختلف المرافق الخدمية مركزيا ومحليا في البلديات. هي الرسالة التي سعت وحدة نظم المعلومات الجغرافية بجامعة مصراتة إلى تعزيز الوعي الجماعي بها من طرف صانع القرار والنخب العملية ومنهم إلى كل المواطنين في ورشة نظمتها بمناسبة اليوم العالمي لنظم المعلومات. تم تطبيق هذه الأداة في مناطق أخرى، مثال على ذلك يعني هناك بحات من الكفرة، من زديتن، من الخمس، من طرابلس، من أغلب المدن الليبية. اليوم هذا يعتبر هو مكان للمشاركة في أفكارهم وآرائهم، ونتمنى بأن يكون الخطوة التي يليها هو مشاركة هذه الأعمال وتكون على مستوى البلد بشكل عام. رئيس جامعة مصراتة وممثلون عن المجلس البلدي مصراتة ووزارة الحكم المحلي والعديد من الباحثين والمتخصصين كانوا حاضرين في الموعد ليستمعوا للأوراق البحثية المقدمة من رؤساء أقسام نظم المعلومات بعديد الجهات، ومناقشة معوقات تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجالات شتى، منها تطوير البنيات المكانية التي تساعد في اتخاذ القرار بمجال إدارة البلديات. وضح أهمية النظم الجغرافية أو نظم المعلومات الجغرافية بالنسبة لوزارة الحكم المحلي وكذلك البلديات وجميع المستويات للإدارة المحلية، وتوضيح أهميتها وركائزها والاستفادة منها في مجال توضيح المعلومات واستكمال البيانات وكذلك المساهمة في صنع القرار بالنسبة للإدارة المحلية. من التعليم إلى الصحة مرورا بمشاريع البناء والمقاولات، وليس انتهاء عند البيئة والزراعة وغيرها، تبدو نظم المعلومات الجغرافية اليوم حاضرة بإلحاح في كل المجالات. هذا ما أرادت وحدة نظم المعلومات الجغرافية بجامعة مصرات إبرازها في خطوة تريد صنع بقعة أمل لمستقبل أفضل للبلاد. نظم مركز خطوة نحو الديمقراطية بمدينة الزاوية ورشة عمل تحت عنوان باش نبنوها ديمقراطية. الورشة هي الأولى التي ينظمها فريق التغيير خطوة، ناقشت الديمقراطية ومفهومها وآلياتها وطرق الوصول إليها، كما تم مناقشة العملية الانتخابية ومدى المشاركة الفاعلة فيها بحضور عدد من الحقوقيين والمهتمين. هذا المركز أحدى مشاريع منظمة منبر المرأة، اليوم يشارك فيها عدد من المشاركين من الشباب والنساء والرجال. هذه الورشة هدفها اللي هي نشر الوعي بالديمقراطية وآلياتها والعنف الانتخابي. استخ مبدأ الديمقراطية نظمتها منبر المرأة اللي هي ما تتكون مجموعة من المدربين، حيتم اليوم تقييمهم واختبارهم في كيفية توصيل المعلومة للمتدربين لترسيخ مبدأ الديمقراطية بين الشباب. تعزيزا للقدرات المحلية، أطلق المجلس الأعلى للإدارة المحلية فعاليات برنامج خطوة على الطريق بمدينة زنتان، يهدف إلى تدريب المهارات الحديثة لمديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام في البلديات. خطوة على الطريق الصحيح هو برنامج تدريبي يشرف عليه المجلس الأعلى للإدارة المحلية، حيث تستهدف ورش العمل لهذا البرنامج المديرين والموظفين بديوان البلديات والقطاعات الحكومية.
مهارات الحديث المدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام في البلديات. عدد الحضور زي ما تشوفوا يعني ما شاء الله كان العدد كبير جدا، حوالي 41 أو 42 متدرب اليوم أول يوم في البرنامج التدريبي، لأن نعطيهم ورشة عمل عليه كيفية التعامل مع المشكلات الإدارية اللي تواجههم في العمل وطرق التعامل والحل متاعها، كيف يحاولوا تحليل المشكلة وتشخيص سبب المشكلة وبالتالي حلها. بكرة عندنا محور تاني حنتكلم عليه إن شاء الله، محور اتخاذ القرار، وبعدين عندنا المحور الأخير في اليوم الأخير حيكون كيف التعامل مع مهارات إدارة التغيير وغيره. تفاعل كبير شهده برنامج تدريبي متنوع على مدى 4 أسابيع ويستهدف شريحة واسعة من موظفي البلديات المستهدفة بمنطقة الجبل. الأسبوع الأول تم تخريج مجموعة لا بأس بها ما يقارب ل 83 متدرب ومتدربة من كافة البلديات في 4 مواد يعني تخصصية خاصة بالحكم المحلي وبالرفع من مستوى موظفي الحكم المحلي. أيضا الأسبوع الثاني اللي هو الأسبوع الماضي خرجنا عدد 99 متدرب ما بين يعني البلديات المذكورة. أكثر من 40 متدربا ومتدربة شهدوا فعاليات اليوم الأول الدائرة حول كيفية التعامل مع المشاكل الإدارية أثناء العمل وسبل معالجتها بالتحليل والتشخيص وكيفية اتخاذ القرارات والتعامل مع إدارة التغيير. مشاهدينا، ختام هذه النشرة بتذكير لأبرز العناوين. الجيش يواصل بسط سيطرته على تمركزاته بمحور الخلاطات بعد صده هجوما لقوات حفتر مدعوما بالمرتزقة. 13 جريحا مدنيا بينهم امرأة جراء قصف الطيران الإماراتي المساندة لحفتر على موقع بمصرة. بكين تطالب حكومة الوفاق بتقديم الأدلة التي بحوزتها عن استخدام طائرات صينية في العدوان على طرابلس. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء. في أمان الله.